الإنسان يستطيع أن يطلب العلم ويحصل عليه مهما بلغ من السن ومن العمر. بالمزيد من الأسف لاحظت بعض التعليقات من بعض الأخوة المعلقين وكأنهم ينصحونني بأن أتوجه إلى القرآن أو أتوجه إلى دراسة الحوزة أو إلى العبادة. في الحقيقة أني لم أقصر في هذا الجانب أبدا، درست الهندسة الفرع الهندسة المدنية وتخرجت عام 1971 ومارست الوظيفة في دوائر الدولة في وزارة البلديات واشتغلت في مشاريع متعددة. وبعد أن تقاعدت عن العمل وجدت نفسي أعاني من الفراغ ومن الوقت الفائض، لم أجد مجالا لاستثمار الوقت أو للتخلص من الفراغ الذي كثيرا ما يؤدي إلى الكآبة وغيرها، فصارت لدي رغبة في دراسة القانون لكوني كنت أحب القانون منذ الصغر. عادة العنف الاجتماعي السائد عند الناس يعني كل التقدير والاهتمام إلى الدراسة في كلية الطب والهندسة، فرغبة الناس لم تكن متوجهة نحو القانون بسبب الجهل حقيقة. أما دراسة القانون فهي من أوقع الدراسات الإنسانية، فمارست قبلت في كلية القانون في جامعة كربلاء، والآن وصلت إلى المرحلة الرابعة وقد حظيت باهتمام ورعاية فائقة من جميع الأساتذة من زملائي وزميلاتي، الاحترام الكامل والمودة الرائعة. هدفي بعد إكمال الدراسة ونيل شهادة القانون فإن شاء الله إن أمد الله بعمري فسأخصص وقتي وجهدي إلى مجال الأحوال الشخصية وبالذات تحديدا في مجال إصلاح ذات البين. أفضل استثمار للوقت هو طلب العلم حقيقة وفقا لتعليمات ديننا الحنيف وقرآننا المجيد. أول آية نزلت على رسول الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونصيحتي إلى كل الشباب الذين يبددون أوقاتهم بالضياع وباللهو أن يتوجهون إلى طلب العلم، وليس من الصعب نيل العلم أبدا أبدا. أستاذ محمد كان أب روحي للشعبة بأنه ينصحهم يكونون طموحين، اللي يحبط بدرجة يحبط بدرس بمادة أنه هاي مو نهاية العالم، يقدر يكمل بعد، والطريق ما يوقف عند باب مغلقة، لا أكو هواي باب مفتوحة أخرى، وهذا الشيء كلش حلو وشجع هواي طلاب، هواي طلاب أخفقه وشجعهم، وكان إنه يعني مو بس زميل، لا كان أكثر من زميل، حسينا أنه بوجوده أنه صارت عندنا عائلة ثانية. عرفناه طالبا مجدا ومجتهدا، هو على درجة كبيرة من الخلق الرفيع والعلمية، حيث كان يحرص ولا يزال على حضور جميع المحاضرات بلا تواني ولا تكاسل، ويؤدي امتحاناته وواجباته سواء الصفية منها أو خارج الصف بشكل منقطع النظير. والله رسالتي لكل من ينتقدني وأقولها بكل صراحة: خير الناس من نفع الناس، وأنا هدفي إن شاء الله في منفعة الناس.